السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجئنا معكم مرة أخرى بوصفة أخرى اللي هي الحلقوم. نحتاج في هذه الوصفة إلى كوب من مايزينا والعصير نتاع عصير غازي، أي عصير غازي. راح ندو نفس الكوب من هذه المايزينا وكوب من العصير. الخطوة الأولى هذه المايزينا نحطوها هنا، نحطوها في هذه الطاوة، بعدين بنفس القياس نتاع العصير. بسم الله، بعدين مباشرة نضيفوها لهذه المايزينا. بسم الله، نستعمل ملعقة خشب نحوضها بها قبل رديناها للنار. هنا راني ضربتها بالخلاط الكهربائي، تحصلوا على هذا الشكل. من بعد ننتقلوا نديروه فوق النار. هنا درناها فوق النار، نبقى نحركوا فيها بهذه الطريقة. هنا تحصلوا على هذا الشكل. هنايا هذا هنا نزيدوه المشروب هذاك باش يزيد يطيب مليح. هنا رانا اضفنا له كميه من المشروب، نبقاو نحركوه كيما هاك حتى يتجانس باش يطيب مليح. نبقاو نحركوه ونزيدوه المشروب باش يطيب مليح. نتحصلوا على هذا الشكل هنا رهيبة، بصح مازال يطيب. نبقاو نحركو فيه حتى يتماسك كيما هاك، نحركوه جيدا. بعد التحريك جيدا هل نعرفوها صبح جاهز. هنا تولي العجينة تتقطع كيما هنا، هنا راه جاهز. نمشيو مباشرة نوضعوه في المول. هنا بعد ما بردت تقريبا حوالي ساعتين نتحصلوا على هذه النتيجة. نفرشوا لها سكر غلاس وبعدين نغطوها مرة أخرى بسكر غلاس. هنا راني قطعتها تكون بهذه الطريقة. هنا راهي تبان نتيجة لاباس بها، ناجحة. راح نقطعها كلها ونتلاقى إن شاء الله. هذه هي القطعة، تبان راهي هنايا كيما هاك. نحاول تبدا تتلف بسكر كلاص ولا توضع هكذا.
هذه النتيجة النهائية اللي تحصلنا عليها نتاع الحلقوم إن شاء الله. أتمنى أن تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.